انتخاب تيشوف اي شكل الاتحاد تحديدا مثلا بمنطقتك يمكن بكسروان. اتن تقول على خط بكفيه الاشرفيه باتت بين مكونات 14 يعني عقيل بتقول انه هذه الورقه تحدثت في العموميات التي باتت معروفه لكن الاساس لم يدرج بين البنود. الكتائبيون غير راغبين بعد الان برؤيه فارس سعيد قائدا للامانه العامه ونقطه على السطر. هيدا كلام الى ختام حوارنا مع استاذ شاكر سلامة عضو المكتب السياسي بحزب الكتائب. المشاهدين على المتابعه والى اللقاء غدا باذن الله.